جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل تجوز غيبة تارك الصلاة؟ لا تجوز غيبته لأنها لا مصلحة فيها إلا إذا كان هذا من باب المشورة أو التحرير من صحبته. إذا كان يترتب على هذا مصلحة كبرى كأن يستشيرك أحد في تزويجه أو في مشاركته فإنك تبين ما فيه من العيوب، ولا شك أن ترك الصلاة أعظم العيوب وأخطرها. أو استشارك أحد في معاملته بأي نوع من المعاملة التي تنبني على الأمانة والصدق فإنك تبين له حالة هذا الرجل، ليس ذلك من الغيبة. أما الغيبة من غير مصلحة راجحة تترتب عليها فإنها محرمة وباقية على الأصل وتحريم الغيبة. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكذلك لو رأيت رجلا يصاحبه ويميل إليه فإنك تحذره منه وتبين له أنه رجل سوء وأنه لا يصلي، لأن هذا من باب النصيحة لا من باب الغيبة، باب النصيحة لأخيك وليس من باب الغيبة. نعم.